لنا عودة معكم مستمعينا، ولنا عودة كذلك مع الجميلة أسماء زريول، دكتورة باحثة في مجال التغذية. أسماء صباح الخير. صباح النور حليمة، صباح النور جميع. صباح الخير عليك أسماء، نتمنى إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير، ومرحبا بك. شكرا لك وشكرا للجميع. مرحبا وألف مرحبا أسماء. بطبيعة الحال غنقضيو معك أسبوع مفيد، غنحاولوا من خلالك نناقشوا بعض المواضيع اللي كتخص التغذية، وغادي نبداو بالأوميغا 3 كمكمل غذائي كنسمعوا عليه بزاف ديال الهضرة. الأوميغا 3 مهم جدا، لكن ربما كمكمل هناك دواعي الاستعمال وهناك ربما محاذر في الاستعمال. أسماء. نعم أكيد، الأوميغا 3 كيف ما كنعرفوا هو من أحد الأحماض الدهنية المهمة بزاف، يعني للصحة ديال الجسم ديالنا. نعم، وهذا اللي كنسمعوه يعني منذ يعني مدة طويلة على الأهمية ديالو وكل شيء. هو كاين مجموعة من يعني القواعد لاستهلاكه، وبعد يعني بعد لي ريكومونداسيون ولا التوصيات اللي لازم ياخذوها بعين الاعتبار الناس اللي بغاو الاوميغا 3. نعم. اول حاجه هو ان الفوائد ديالو كما كنعرفوا انه مزيان للقلب والشرايين، وانه كيحافظ على مستويات الدهون الجيده في الجسم، وكي يعني مفيد جدا لصحه القلب، مضاد يعني انتي انفلاماتوار، مضاد للالتهاب وغيره. وعلاش حنا دائما كنهضروا على الفوائد ديالو؟ لان عاده في هذا النظام الغذائي الجديد العصري اللي ولينا كناكلوه، ملي كنشوفوا اوكور دو لا جورني النهار ديالنا واش خدينا هذا الاوميغا 3، الاغلبيه ما كيكونش خدا مصدر ولا واحد من مصادر الاوميغا 3. نعم. وهذا الشيء ما كيخلق عدم توازن في ما يسمى بالتوازن الدهون اللي لازم تستهلكوها، فكنوليو نستهلكوا انواع اخرى من الدهون الغير جيده بحال الدهون المشبهه ولا الدهون المتحوله اللي تلقاوها مثلا في المقليات، او لا مثلا تناخذوا الاوميغا 6 اللي تلقاوه في يعني في زيوت الطبخ بكثره. نعم. حيد انه كاين واحد المستوى تقريبا يكون نسبه الاوميغا 3 والاوميغا 6 اللي كناخذوها في اليوم هي متساويه. نعم نعم، كيف ما قلتي فعاود لي، غادي ناخذ الدهون الصحيه تنوليو تناخذوا الدهون الغير الصحيه واللي هي كثيره ومتنوعه في الاكل ديالنا. كيف ما كذلك كاينه الاوميغا 3 يعني في مجموعه ديال المواد الغذائيه، لكن كيف ما قلتي ما كنركزوش عليها، في حين ان خاص واحد الجرعه او واحد النسبه ياك اسماء نتناولوها بشكل يومي. نعم تماما. واخا هنا نشوفوا بعدا الاعراض ديال نقص الاوميغا 3. الناس اللي عندهم نقص يعني على مستوى الاوميغا 3، شنو هما الاعراض ربما اللي تبانوا عند هاد الناس؟ بالنسبه للنقص ديال الاوميغا 3 ما كاينش واحد الاعراض مثلا واضحه، ولكن الجسم كيدخل فواحد الحاله. نعم. اللي لو بغينا نقولوا التهابيه، واللي كتخلي انه الجسم كيولي معرض لامراض القلب والشرايين. نعم اكثر. نعم كيولي معرض يعني لامراض القلب والشرايين، كيبدا يعني ايضا مثلا من اعراض بحال يعني تلقى يعني البشره ما كتبقاش نضره، كتولي كتعاني من الجفاف، كيولي عندنا الاحساس مثلا بالتعب، تلقى مثلا الحرق في العضلات في المفاصل وغيرها. هادو يعني من الاعراض اللي انيه، ولكن على المدى الطويل فيكون مشاكل القلب والشرايين على راس المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الانسان، وايضا المشكل ديال جفاف الجلد، وما نساوش ايضا مشكل نفسي بحال الاكتئاب حتى هو. نعم. يعني من المشاكل ديال الاكتئاب، لان الاوميغا 3 ولا الاوميغا 3 عندها استخدامات بال يعني الجهاز العصبي ايضا. فكذلك تلقاو زياده ديال الالتهابات،
مجموعة من الأعراض واللي ماشي بالضرورة كنربطوهم بنقص في الأوميغا 3. نعم واخا حنا بغينا نعرفوا هاد الاوميغا 3 فين نقدروا نلقاوها في المواد الغذائيه اللي كنتناولوها ربما بشكل يومي ولكن ما كنردوش ليها البال، ففين كتكون النسبه ديال الاوميغا 3 يعني في الغذاء ديالنا وفوقاش ناخذوها او شحال مثلا شحال هي النسبه الموصى بها اسماء؟ نعم شوفي بالنسبه للاوميغا 3 كاينين جوج ديال المصادر، المصدر اللي هو نباتي ومصادر اللي هي مصادر اللي هي حيوانيه. نعم عرفتي اكثر حاجه وهنا فين كاين التعديل الا بغينا نقولوا، فاحنا دائما ملي كندخلوا للانترنت غادي تلقاي مصادر الاوميغا 3 وهنا فين ضروري الاخصائي يدخل، لان راه ماشي دائما هذاك الشيء اللي تلقاوه في الانترنت راهو بالضرورة الحاجة اللي صحيحة أو لا غناخدوها كيف ما هي. مثلا كنجي نلقى الصومون ولا السلمون اللي عنده يعني واحد السمعة جيدة ومزيانة وكل شيء كتاخدو الثمن ديالو غالي وكل شيء، أنا بالنسبة لي ما بقاش مصدر الأوميغا 3 علما ان هذا هو ما هو شائع، يعني سمك السلمون او لا لو سومون معروف ان فيه واحد النسبه ديال الاوميغا 3 تماما. دابا هاد السومون اللي فيه الاوميغا 3 راه ماشي هو السومون اللي كنستهلكو حاليا، خصوصا ان السومون اللي فيه الاوميغا 3 راه هو اللي كان عايش مطلوق يعني ماشي اللي مربي. يعني الناس اللي كيربيو مثلا هاد السومون، شوف منين كيجي من النرويج ولا من لي بي سكانديناف، الا كانوا كيعطيو الاوميغا 3 في الاكل ديالو راه فيه الاوميغا 3، الا ما كانوش كيعطيو من الطبع انه يكون فيه الاوميغا 3، واخا هو في الاساس معروف انه فيه الاوميغا 3 لانه سمك دهني. ولكن حتى تخيلي انه حتى لو كان فيه الاوميغا 3 والاوميغا 3 راه ما غاديش ننصحو به. علاش؟ لانه كاين بزاف ديال علامات الاستفهام على طرق التربية ديالو اللي كتخلق مشكل في البلد المنشأ أصلا. يعني بما أننا حنا ما متأكدينش إن نوع كناكلو ديال الأوميغا 3، فما يمكنش نقولوا أنه مصدر، خصوصا أننا في المغرب الحمد لله ما محتاجينوش. كاين السردين وكاين الماكخي اللي هي كبيلة. أيه أيه لي هاد جوج أنواع ديال الأسماك غنية جدا، هي أسماك صغيرة يعني التركيز ديال المواد الثقيلة ولا المعادن الثقيلة كتكون أقل بكثير من الأسماك الكبيرة، وفي نفس الوقت هي دهنية وصوفاج كتعيش في البحر كتصيدوها من البحر، وغنية بالأوميغا 3 غنية فعلا بالأوميغا 3. فإذا أنا في النصائح ديالي ما غاديش إحنا أنا يعني دكتورة مغربية مختصة مغربية، فكنعرف الخصوصية ديال البلاد وكنعرف أن زعما لا أننا ننصحو بالصومون، لا إحنا غنصحو بالسردين ونصحو بالماكرو اللي الحمد لله في المتناول ديال واللي هو في المتناول ديال الجميع تقريبا يعني. نعم وهذه على جيده فكنصحوا به غير ما نقليوش حليمه، هادشي اللي كاين. فسيكون هو المصدر الاول، وزيد عليها هاد الماكريل ولا هاد السردين راه ما كيعطيناش غير الاوميغا 3، راه تيعطينا كميه مهمه من المغذيات، إنا بروتينات جودة عالية، إنا فيتامين دي، إنا كالسيوم، يعني كله الحمد لله فوائد. شوية ولا في الفران ولا ديال السردين كتكون ممتازة أكيد جدا. نعم واخا شفنا السردين، يعني السردين كمصدر غني بالأوميغا 3، كذلك كاينين عناصر أخرى اللي ممكن نستفدو منها ونستفدو من هاد الفيتامين أسماء؟ نعم عناصر أخرى أيضا كنجيو المصادر النباتية. هنا المصادر النباتيه بطبيعه الحال كيكون عندنا داك الكتان، زريت الكتان، تيكون عندنا سميتو الكركاع،
تيكون عندنا اللوز، عندنا كاوكاو، عندنا هادو هادو يعني بطريقه رئيسيه. هما مصادر، ومن الجيد اننا ننوع بين المصادر الحيوانيه والمصادر النباتيه في الاكل ديالنا. اذا يوميا خصنا شي حاجه من هاد الشيء اللي فيها اوميغا 3 باش كنقدروا نخلقوا هذاك التوازن ديال الدهون اللي خص يكون عندنا في اليوم بين انواع الدهون الطبيعيه اللي ما كتخليش لانفلاماسيون كما قلنا، واللي كتحافظ لنا على القلب والشرايين، لان الحفاظ على القلب والشرايين راه كيبدا من يعني من عمر اللي هو صغير عن طريق يعني التغذيه قبل حتى قبل ما يصاب الانسان باي مشكل في القلب والشرايين. واخا قبل ما نمشيو للمكملات غنرجع لك غير سريعا السردين، الطريقه ديال الطهي ديالو مثلا الا درناه في الشوايه اسماء، واش نخليه كما هو يعني دوك لي زيكاي ديالو نخليهم؟ شوفي في الحقيقه سؤالك مهم جدا حليمه، لان الاغلبيه كيدير بزاف ديال الملح وكيشوي به. الحقيقه ان هذيك القشره ديالو هي مهمه، لان الدهون كتكون بين القشره وبين اللحم أكثرية كنلقاوها، فمن جيد اننا نخليوها غير حنا ملي كنشويو ما خصناش نكونوا درنا الملحه وما خصناش نكونوا شويناه لدرجه حراره عاليه لدرجه اننا حرقناه. واخا كاين اللي كيدير الملحه كما تنقولوا الملحه الغليظه او الحيه الغليظه. نعم هي الملحه ديال البحر، هي التركيبه ديالها مختلفه على الملحه العادية اللي كتكون غافينه، ولكن هذا لا يعني اننا ناكلوها. واخا ان خصوصا راه كيديروها بحال كيديروا الطحين بكميه كبيره. كميه كبيره فالانسان كيولي مضطر انه يحيد هذيك القشره، وحنا هذيك القشره الا كليناها راه مزيانه ما غاديش تضرنا، بالعكس هي مزيانه. ونقدروا نشويو ونقدروا نديروها حتى في الفران، ونقدروا نديروا حتى بالشرموله اللي كنديروها المغربيه حتى هي كتكون مزيانه، غير ما نقليوش. من طبيعه الحال القلي تيبقى من طبيعه الحال من الاشياء اللي تيخصنا نتجنبوها باش نحافظوا على القيمه الغذائيه. غنمشي معك لزيت السمكه يعني مكمل غذائي، كنعرفوا بان المكملات ديال زيت السمك غاليه اسماء، لكن واش مفيده؟ واش مفيده؟ وشنو هي النوعيه اللي تيخصنا نركزوا عليها اكثر من نبغيو نقتنيوا هذا النوع من المكملات؟ بالنسبه للزيوت السمك خصنا ناخذوا انواع اللي جيده، يعني ما ناخذوش الانواع اللي كيقدر يكون فيها يعني فيها معادن ثقيله. هادشي ما نساوش، راه الا كلينا الزيوت ولا الاوميغا 3 بطريقه طبيعيه اللي كاينه في الاسماك الطبيعيه الصغيره، راه ماشي هي الا كليناها بوحد خدينا المكملات ديالها مركزه. ولا لاحظنا انها في بعض المكملات الغذائيه كيكونوا هما دايرين اوتو ديكلاراسيون، يعني هما كيكونوا مصرحين ان مثلا هاد الزيوت مثلا السمك ولا الاوميغا 3 ولا غيرها راها من مصادر خاليه من المعادن الثقيله. واخا نعم لما كانت مكتوبه يعني راه كيبقى مفتوح الامر انه يعني انها تقدر تكون من اي مصدر، اذا خصها تكون من مصدر جيد. نلتزموا ب يعني بعدد يعني بالجرعات اللي خصنا ناخذوها. وخاص اختار دبل ان بعض الناس اللي كتاخذ مميعات الدم انها كتقدر تزيد جريان في جريان الدم. نعم في سيوله الدم. فاذا ما نفوتوش الكميه، نقدروا نلجؤوا ليها فقط في النهارات اللي عرفنا راسنا اننا حنا ما خديناش مكملات، ما خديناش مصادر ديال الاوميغا 3 فقط، مع احترام الحاله الصحيه ديال الانسان واحترام الجرعات ايضا. نعم هو زيت كبد السمك ياك اسماء، هو زيت كبد السمك هو كاين زيوت كثيره متنوعه، السمك فيها كثيره. نعم فيها زيت كبد السمك ايضا اللي كيدير من فوق واحد 300 درهم داكشي علاش خصنا نعرفوا مزيان كيفاش نختاروه. واحد 300 درهم عرفتي شحال ديال الحوت؟ تماما تبارك الله راه شهر.
شهر ديال السردين. لهذا دائما حنا كننصحوا الدرجه الاولى بالمصادر الطبيعيه، عاد كنقلبوا على المصادر الاخرى، ويعني الحمد لله حنا فواحد البلاد اللي فيها السردين والمشكله راه دابا في السردين ان الناس عندها واحد النظره اجتماعيه دونيه للسردين، وهذا الشيء اللي كنحاولوا نغيروه عن طريق المرابر الاعلاميه